واقعة يعني ملفتة للنظر، بتترجم حكمة بتقول رب ضارة نافعة. ده بالظبط اللي حصل مع نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو لما زعل وغضب جدا لعدم احتساب يعني هدف صحيح في مباراة بلاده ضد صربيا. الكلام ده كان في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022. رونالدو انفعل، جاء شادد الشارة بتاعت الكابتن وجاء رميها على الأرض تعبيرا عن الغضب اللي جواه. اللي حصل بقى وبيترجم حكمة إن رب ضارة نافعة، إن واحد من العاملين في الملعب خلال المباراة جاء واخد الشارة من على أرضية الملعب وقرر إنه يطرحها في المزاد علني للبيع. من أجل مين بقى؟ من أجل مساعدة طفل مريض. يعني الشارة اللي رماها رونالدو هتتباع لصالح علاج الطفل الرضيع اللي بيعاني من ضمور العضلات الشوكي، وعلاجه بالفعل مكلف جدا. وبس الملفت كمان النظر ان رونالدو ما كانش من اللعيبه اللي بتغضب كتير في الملعب، فاصلا الحدث ده ناس كتير كانت بتعلق عليه لان احنا مش واخدين على رونالدو بالاخلاق دي او بالاسلوب ده يعني. ولكن طبعا زي ما انت قلت على الصعيد التاني دي كانت حاجه كويسه جدا وفكره كويسه جدا، كمان مبادره كويسه جدا من هذا الشخص ان او احد العاملين ده اللي لقاها ان هو يروح ويعمل حاجه انسانيه زي كده. خلي بالك هو كان ممكن يستغلها في حاجه تانية، حاجه شخصيه، فكانت وما زاد برضه يبيعها بس ايه واخد الفلوس وحاططها في ايه هو ده بالظبط، فحاجه اكيد محترمه. خلينا نروح